استكمالا لبقيه الفيديو اللي فات هعمل edit in place. انا عندي الدايره اللي احنا رسمينها محتاجه انها تتحرك. هقول له سناب سنتر وتروح لسناب سنتر. أو نحركها من هنا، نروح لهنا، وبعدين نحركها تاني من هنا، نروح لهنا. فينش. هي اللي هو الشغل بتاع اللي هو الموديل ان بليس بيبقى مزعج شوية. دي حركها هنا، وبعدين ده اقول له edit in place. ده عند الكونكشن هاجي اقول له اعمل لي بايب كونكتور. البايب كونكتور ده احطه على الفيس ده. البايب كونكتور دوت هيبقى سناتري لان انا بشتغل عليه شغل السناتري، ودوت طبعا شغال بالفيكتشر يونت، ودوت ان. اوكي. الماسوره الديامتر بتاعها 50 لان الصرف بتاع الويست كان 50. فينش. دلوقتي انا اقدر اخد ده واقول له درو بايب واروح بيه الى دي. هو في عندي مس الاينمنت محتاج يرجع يتظبط تاني. طيب دي 90 درجة. دي موديل ان بليس اديت. يبقى عندي عامل الاينمنت ده مع edit extrusion. هاخدها المرة دي من الساوس. كده اعتقد انها اتظبطت. ظبطت واتوصلت. اوكي. لما اشوف بقى عندي في الجراوند الاقي ان في عندي الايه الكونكشن بتاعت الانسبكشن شيمبر راحت عليها علامه التعجب. في هنا عندي علامه تعجب للفنت كاب، هنعمله زي ما اتعمل في الناحيه اليمين، وبرده فينت كاب زي ما اتعمل في الناحيه اليمين. هنا في عندي علامه، العلامه ديت اللي هي بتاعه البيبه، فالبيبه محتاجه يتحط لها كاب عشان الطرف دوت اوريدي ايه يتسد، ما يبقاش ماشي فيه ميه، لان احنا قلنا عندك فيه ثلاث فتحات للدخول وفتحه للخروج، فاحنا اخذنا فتحتين فاضل الفتحه الثالثه. اوكي. ناقص اللي نعمله بعد كده اللي هو المخرج بتاع الانسبكشن شيمبر. بيعمله بنفس الطريقه بتاعه المدخل بتاع الانسبكشن شيمبر، انما بيبقى الفلو بيبقى اوت مش ان. اوكي. يبقى خلصنا الشغل بتاع النهارده، ونتقابل ان شاء الله الاسبوع الجاي.